فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال في صلاته الله أكبر قالها مرتين في القيام أو في الركوع، هل تعتبر صلاته باطلة إذا كررها؟ لا يجوز التكرار. الركن لا يكرر مرتين فلا يكرر، هذا ربما عنده وسواس ويترك الوسواس ولا يفتح المجال على نفسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.